إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وجمع الله بيننا وبينكم في مستقر رحمته العالية. إخواننا الآن إن شاء الله اليوم سنقرأ الجزء السادس كاملا، كما طلب بعض إخواننا أن نأخر الوقت شوي، وإن كان نصلي المغرب ثم نتابع إن شاء الله تعالى. الجزء السادس الآية 148، الجزء السادس 148. يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أول مشاهد
أخوي حج محمد العطري، الله يعطر روحك وروح أهلك وولادك إن شاء الله بالروضة الشريفة، ولا إن شاء الله بنفرح بولادك يا رب. أهلين أخوي جار الرضا، جار الطيب، جار العطر، حج محمد الغالي أخوي، الله يبارك فيك يا رب. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا. أخوي حج محمد، سورة النساء الآية 160، الآية 160 إذا بتتابع مشان تستفيد أكثر، الآية 160 سورة النساء الجزء السادس. نعم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أليم يا أخوي حج رضا الغالي، حج رضا ما شاء الله ملازم ما بيقطع ولا يوم، الله يرحم روح عمي حج حسين يا رب، حبيب قلبي جار الرضا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. أخوي حج رضا الآية 164، الآية 164 سورة النساء، سورة النساء. ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا
فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوانا طبعا كحكم شرعي لو ما سميت جائز باعتبار ايش انت عم تقرا، لكن انا سمينا من جائز حدا من اخواننا عم تابع بدون مصحف يعرف انه صرنا بصوره ايش جديده. تبعنا كيف اخواني صرنا بصوره ايش جديده. نعم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا
قلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يعني ذبح لغير وجه الله تعالى ذبح للأصنام للأصنام للملل حرام أعوذ بالله نحن ديننا حتى شوف نحن ديننا علمنا أخواني ما منقول بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله والله أكبر لأنه رحمن ورحيم ودبح ما بتناف وما بتناقض وما بتصير لذلك وما أهل لغير الله يعني مثلا نجي نذبح هل تبيعها للسيارة ما بجوز هيك أخواني ما بصير هذا كلام مرفوض شرعا ودينا القرآن رفضه نحن بنقول يا رب نذبح نوزع للفقراء والمساكين عنيت يا رب تحفظ لنا هالمال تحفظ لنا أولادنا تحفظ لنا يعني هيك انتقلني مع الله سبحانه وتعالى نعم هذول كلها محرمات والمنخنقة والموقوذ يعني ضربناها ضربك بسكين قماتك والمتردية وقعت من فوق والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم يعني ذبحتم وما ذبح على النصب شايف وأن تستقسموا بالأزلام نوع من أنواع أول يعني مثل يعني محرم بزدتوا عودة بزدتوا شيء هذا شيء حرمه الإسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي أصح الأقوال آخر آية نزلت في جبل عرفات الله يطعمنا وإياكم يا رب جميع والنبي بعد بست أو ثمانية أشهر ودع الحياة ورحل إلى الله تعالى نعم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طلب ذبح على طريقة الشرع الحنيف الطاهر فمحللات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اخواننا انتبهوا على الآية
انتبهوا على الآية، عم بيسألني حجرها هون مسافحين، وين صارت الآية هاي؟ إذا أتيتموهن محصنين غير مسافحين. والله يا حجرة أزنه المسافحين تأتي معنا يعني الزانية، الله أعلم. ها وعلى كل منراجعه بكرة ذكرني فيها إن شاء الله، الله أعلم بكرة بنشرحها إن شاء الله، بس أظنها والله أعلم ها يعني غير مسافحين، مجاهرين يمكن في الزينة يعني. وعلى كل منطالع معلش منراجعه، الله يجزاك الخير، معلومة حلوة. نعم أخواننا انتبهوا على دقة الآية، ها هاي الآية انتبهوا شو أجمع أهل العلم وكيف تقرأ، انتبهوا بعيدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وجوهكم مفعول به، وأيديكم معطوفة على وجوهكم إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم وأرجلكم قراءة شاذة، والقراءة الشاذة باتفاق العلماء لا يؤخذ بها حكم شرعي أبدا أبدا، فمن قال بمسح الأرجل جائز أخطأ وخالف نص القرآن الكريم، لأنه وأرجو وامسح برؤوسكم وأرجلكم يعني يجب أن تغسل وجهك ويديك وأرجليك، وأرجلك يعني هيك، وأرجلكم اللام بالفتح مو أرجلكم بالكسر، لا قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يؤخذ بها حكم شرعي أبدا. نعم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني كنت على جنابه نايم مع زوجتك لازم تتحمم بعدين تصلي. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني تراب طاهر. فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
أخوي حاج محمد خير، الله يجعل أيامك كلها خير وكل أيام إخواننا المشاهدين والمستمعين يا رب، إكراما لسيدنا محمد. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني مثل احترامه التقدير، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أهلين بالحبيب الغالي مكتوب سليل المجد، إن شاء الله يكون هيك، يعني من سلالة الأطهار، سلالة الأنقياء، سلالة الأصفياء، ولا أطهر من سلالة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل حسب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. نعم يا عيني، نعم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أخونا بسم الله هابدين كني، يا أهلا وسهلا، ما والله ما أفتخر الكلمة الثانية لأنه إذا إنجليزي الإنجليزي بتنكتب هيك. يا أهلا وسهلا حياكم الله، ضيف ملازم الله يبارك فيك. نعم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب، يعني اليهود أو النصارى، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أخواني مين هو النور؟ اللي بيعرف مين هو النور يكتب لنا في التعليقات من شان كله ايه ولا لا. مين قال ابن عباس الله يرضى عنه هو النور؟ ابن عباس يقول من هو النور؟ نعم يكتب لنا. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه اي بامره ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه
ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. أخوي حفظ ضعب بيقول الله يجزيه الخير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. عم بقول كتاب الله لا يحجده النور هو أن تشوف الآية قد جاءكم من الله نور. نور فاعل جاءكم نور وكتاب معطوف على نور ومبين صفة لأنه يجب الصفة أن تتحد مع الموصوف في النكرة في التعريف في المثنى في الجمع واجب هذا في علم العرب. طبعا النور هو يا حجده يا أخواننا سيدنا محمد حفظوه النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين القرآن الكريم. نعم أخونا حميدي حميدي أهلين أهلين بحج حميدي الغالي الله يبارك فيك يا أهلا وسهلا بإخواننا المستمعين جميعا. نعم فالنور يا حجده مين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يلا وصلنا الآية 18. نعم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. طبعا نقولها هن أقولوا هيك فقد جاءكم بشير ونذير را مرققة لأنه قبل الياء ساكنة وقبل السكون كسر ترقق والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه اذكروا هيزة توقف تتكمل يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني فلسطين ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا عيني يا عيني ما شاء الله خلصنا نتجز بالبركة. الله صلى الله على سيدنا رسول الله. خلنا إن شاء الله بعد المغرب أو بعد العشاء بدنا نكمل بإذن الله تعالى هو نكمل الجزء أو درس حديث أو هيك بعض الأناشيد والمواعظ عن حضرة وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد صلاة المغرب يعني شي نص ساعة أقل من الساعة المهم أو بعد صلاة العشاء ما بيضر وغالي بعد المغرب إن شاء الله سنكمل إن شاء الله
بنرجع بعدين بندعي ان شاء الله الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.